بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم معجزة النبي الخالدة التي كانت ولا زالت وسوف لا تزال يتحدى الله عز وجل به البشرية كلها على أن القرآن من عند الله جل وعلا، فلقد تحدى الله به فرسان البلاغة وأساطين البيان وأرباب البلاغة والفصاحة في مكة، تحداهم الله أن يأتوا بقرآن مثله فعجزوا، فقال جل وعلا: كل، أي كل يا محمد صلى الله عليه وسلم، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مشاهدين الكرام في كل مكان، مع هذه الحلقة الخاصة، الحلقة النورانية الربانية القرآنية، نلتقي على مأدبة القرآن. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة كل من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ناصر القضاء، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بجامعة الشارقة. أهلا وسهلا دكتور محمد. سعداء بشرف حضرتك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور صفوة حجازي الداعية الإسلامي. أهلا دكتور صفوة. أهلا وسهلا. كل سنة وأنت بخير. مرحبا. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس السابق لجامعة الأزهر ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري. أهلا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. كل سنة وأنت بخير. السلام. أيضا مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. أهلا دكتور محمد. شكرا. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلام المعروف. أهلا دكتور عمر. كل سنة وأنت بخير. وفي النهاية مشاهدينا الكرام، رغبة منه يعني أصر أن أنا أذكر اسمه في النهاية، معنا فضيلة الشيخ محمد حسان. يعني مشاهدينا الكرام، كما قلت لحضراتكم، الحلقة بعنوان على مأدوبة القرآن. دكتور راتب، لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. والقرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. حينما أرسل الله رسوله وقال: هذا الرسول الكريم، أنا رسول الله، هناك من يكذبه، فكيف يشهد الله لرسوله أنه رسوله؟ لا بد من معجزة. الأنبياء السابقون معجزاتهم حسية، كتألق عود الثقاب، تألقت وانطفأت وأصبحت خبرا، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأمم والشعوب، ولأن كتابه خاتم الكتب، لا بد من أن تكون المعجزة مستمرة. كيف تكون مستمرة؟ ينبغي أن تكون علمية. من هنا كان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم شهادة الله للمؤمنين أنه كتابه. دليلا، حينما صعد رائد الفضاء إلى القمر وتجاوز 65,000 كيلومتر طبقة الهواء، في الهواء ظاهرة اسمها الانتسار، انتسار الضوء. أشعة الشمس تسلط على ذرات الهواء، هذه الذرات تعكسها على ذرات أخرى، ففي الأرض في ضياء وفي أشعة شمس. فلما تجاوز رائد الفضاء طبقة الهواء صاح بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. نفتح القرآن الكريم ونقرأ قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الحقيقة في بالقرآن الكريم آيات تقترب من الألف. أنا حينما أقرأ آية فيها أمر يقتضي أن أأتمر، حينما أقرأ آية فيها نهي يقتضي أن أنتهي، حينما أقرأ آية فيها وصف لأهل الجنة يقتضي أن أسعى لدخول الجنة، وصف لأهل النار يقتضي أن أتقي النار، وصف لمشكلة بين أمم سابقين يقتضي أن أتعظ.
فإذا كان في القرآن ما يقترب من 1000 آية تتحدث عن الكون، ماذا يقتضي مني؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أيها الإخوة الكرام، كلمة تشير إلى مخلوق من أهون المخلوقات على الإنسان، إنها البعوضة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. البعوضة بعد اكتشاف المجهر الإلكتروني تبين أن في رأسها 100 عين وفي فمها 48 سنا وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. وزن البعوضة 1 على 1000 من الغرام. الغرام لا وزن له، والبعوضة وزن 1 على 1000. تبين أن هذه البعوضة تملك جهازا لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري. هي ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا بأحجامها، إنما ترى الأشياء بحرارتها. حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية. تملك جهاز لتحليل الدم، ما كل دم يناسبها، تفحص الدم ثم تمتص الدم. لذلك ينام أخواني على السرير، الأول ملئ بلسع البعوض والثاني لم يصب بشيء. تملك جهاز تمييع للدم، لأن دم الإنسان أحيانا سمج لا يسري في خرطومها، تميعه كي تمتصه. قلت أحيانا. نعم. تملك جهاز للتخدير، لئلا تقتل أثناء الامتصاص تخدر ثم تمتص الدم وتطير إلى سماء الغرفة. فلما ينتهي مفعول التخدير يشعر الإنسان باللسع فيضرب يده، هي تضحك عليه. تملك جهاز تحليل دم، جهاز تميع، جهاز تخدير، في معها جهاز استقبال حراري رادار، في برأسها 100 عين، بفم 48 سن، بصدرة قلوب. أما خرطومها الذي هو كالشعرة فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. أما أرجلها فيها مخالب إذا وقفت على سطح خشن، ومحاجم إذا وقفت على سطح أملس. الآن نقرأ قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إعجاز القرآن الكريم شهادة الله للمؤمنين أن هذا القرآن كلامه، كما شهد للأنبياء السابقين بمعجزات حسية، لكن الأنبياء السابقون لأقوامهم فقط، أما النبي عليه الصلاة والسلام لكل البشر أجمعين. الإعجاز العلمي الآن أقوى مادة تقنع الطرف الآخر. العصر عصر العلم، حينما يرى حقيقة علمية اكتشفت حديثا، والقرآن قبل 1400 عام أشار إليها، لا يملك إلا أن يخضع. ومئات العلماء الكبار أسلموا عن طريق الإعجاز العلمي. نعم. في الآفاق وفي أنفسهم سنريهم سين للاستقبال، يعني القرآن نزل في وقت والآيات ظهرت بعد 1000 عام. طبعا الحديث عن الإعجاز يطول، هناك مئات الموضوعات الدقيقة جدا، يعني مثلا: والخيلة والبغالة والحمل تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الطائرة دخلت، القطار دخل، المركبة دخلت. فحينما ندقق في آيات الإعجاز لا يسعنا إلا أن نؤمن أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. قلب العقرب نجم صغير في برج العقرب. الأرض والشمس تبعد الشمس عن الأرض 156 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، وبينهما 156 كيلومتر. ببرج العقرب في نجم اسمه قلب العقرب، أحمر اللون، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ سبحان الملك. نعم. بيده الملك وبيده مقاليد الأمور. والآيات كثيرة. والآيات كثيرة. ربنا يكرم دكتور محمد. يعني دكتور عمر، يعني جاء في خاطري الآن التوراة التي نزلت على سيدنا موسى من عند الله، والإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى من عند الله،
والزبور الذي نزل على سيدنا داود من عند الله، والقرآن الذي نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. هو السؤال، ما الفرق بين القرآن والكتب السماوية؟